السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة هنعمل شوية رز بلبن عسل 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 بدون أي إضافات، لا كريم شانتي ولا لبن بودرة اللي هو لبن البودر ولا أي حاجة، غير معلقة واحدة هنضيفها هتودي الرز بلبن في حتة تانية خالص. يلا بينا نسمي الله ونسلي على الرسول ونشوف هنعمل إيه. نص كوباية من الرز غسلة كويس جدا، بنزل عليه بكوبايتين من المية، ملح نفية عادي خالص، هقلب فيه كده اول ما يبتدي يغلي 10 دقايق وادفع عليه وغطيه وسيبيه بقى كده يشرب ميته براحته، بيسوي نفسه بنفسه زي لسان العصفور بالظبط، يعني بيشرب ميته وانا طافيه البوتاجاز. طيب بعد ما شلت كده الغطا ولقيته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه الرز استوى، بيكون عندي كيلو من اللبن او الحليب، طبعا سواء انت غلياه او مش غلياه هو كده بيغلي مع اللبن، بس هنا انا كنت غلياه فبينزل بالقشطه بتاعته. يفضل لبن حليب من اللبان، مفيش تعملي بلبن الشركات، لكن طبعا الحليب اللي هو بشتريه من عند اللبان بيبقى دسم وبيخلي الرز بلبن في حته تانية خالص. هسيبه بقى كده مع بعضه لحد ما يبتدي يغلي، بجيب كده نص كوبايه او ربع كوبايه من اللبن، عليه معلقه كبيره او معلقه ونص هرميه من النشا، ادوبها كويس قوي. رجعت بقى كده للرز بلبن، قلبيه كده خلاص فك معانا ما شاء الله، اندمج مع اللبن. هنزل بقى بالنشا اللي انا كنت عاملاه مع حضراتكم دلوقتي، وهنزل بالسكر حسب الرغبه طبعا، مش هقدر احدد لكم كميه السكر. قلبي بقى السكر كده وظبطيه كويس قوي، هحط رشه من الفانيليا. دي بقى معلقه سمنه بلدي، دي فيها بقى على الرز بلبن، وقلبي بقى وشم الريحه والطعم كان تحفه، لحد ما توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده او تحسي ان النشا استوى، هتلاقيه بيعمل كده بابلز او فقاعات على وش الرز بلبن، يبقى كده الرز بلبن بتاعي استوى. هغرفه بقى على طول في الاطباق او في الكاسات زي ما انت عايزه الحاجه اللي انت هتقدمي فيها الرز بلبن. ما كلفناش كتير، لا لبن بودر ولا كريم شانتيه ولا اي حاجه غير معلقه السمنه البلدي، بتودي الرز في حته تانية خالص. ما عندكيش سمنه بلدي ما تحطيش اي سمنه. هنا بقى جرنشي زي ما انت عايزه، عندك بقى سوداني مجروش، عندك زبيب، جوز هند، زي ما انت عايزه. حطي مكسرات، هتقدميه ساده خالص برده، جميل جدا جدا، طعمه كان كريمي وحلو قوي. ومعلقه السمنه بتخلي طعم اللبن، هي مش باينه فيه بس تحسي لا في حاجه كده جميله جوه الرز بلبن. ويفضل انت تحطي كمان الفانيليا بودر، بلاش السايله علشان ما تغمقلكيش الرز بلبن، وبتبقى كمان قويه جدا عن الفانيليا البودر. وهنا بوريكم بقى القوام بتاع الرز بلبن، اللهم بارك، بصوا الجمال حلو قوي. هنا بعد ما دخلناه التلاجه وطلع بقى بالتماسك ده، ولو ما دخلتوش التلاجة برضو بيبقى كده، بس بيبقى مش متماسك قوي وبيبقى برضو كريمي وناعم وحلو قوي، وريحته كانت قلبة الدنيا. بكده يكون وصفتنا النهاردة خلصت. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش لايك وشير، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديدة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.